وفي اليوم الرابع من رمضان، اللهم ما قسمت في هذه الليالي من خير وسعادة وعافية وسعة رزق، فاجعل لنا منهم أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من بلاء وشر وفتنة فأصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. اللهم اجعله شهرا شاهدا لنا ما علينا، أنا وكل من قال آمين يا رب العالمين. وكل عام وأنتم بخير أجمعين. حسن الجمال.